الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله مساءكم أخواني منتدى جازان ثقافة وأدب. نرحب بضيفنا الغالي والعزيز الدكتور علي بن مفرح الشعواني. أهلا وسهلا بك دكتور في لقائنا هذا المساء، حياك الله، نورتنا وشرفتنا، بإذن الله أن يكون لقاء جميل، تفضل حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير للجميع. الشكر والتقدير لإدارة المجموعة، إدارة هذا المنتدى الراقي، هذا المنتدى الرائع، هذا المنتدى الثقافي، هذا المنتدى الأدبي، هذا المنتدى المتميز. كل الشكر والتقدير للأستاذ الرائع يحيى الأمير أبو حسين. تحياتي أيضا لأستاذنا الفاضل إبراهيم دلح، الأستاذ أيضا عبد الرحمن الذروي، جميع الأخوة المتواجدين وجميع الأخوة المشرفين. شكري وتقديري وامتناني. أخوكم علي مفرح الشعواني، بكالوريوس العلوم الصيدلية جامعة الملك سعود 1416 هجرية، ماجستير إدارة الجودة الشاملة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والإسكندرية 2007، دكتوراه الجودة العلاجية ويلز بريطانيا. هنالك العديد من البرامج في أنظمة وبرامج الجودة معتمدة من اليورو كونسلتنت، برامج التخطيط الاستراتيجي، برامج الايزو 9002، العديد من البرامج، كذلك مدرب معتمد للقيادات الصحيه في اتحاد المدربين العرب، دورات في الجوده والمراجعه الكلينيكيه، العديد من البرامج. طبعا حصل لي الشرف اداره 3 مستشفيات سابقه، الان اعمل مديرا لمستشفى جازان العام. اي اسئله أو مداخلات؟ نرحب بالجميع وشاكرين ومقدرين. يا مرحبا، ترحيبة عداد، ما هل المطر بدكتورنا أبو مفرح، نعم السنا في يوم حضر. يا مرحبا ترحيبة عداد أوراق الشجر، يا مرحبا ترحيبة من نجد ومن بدو وحضر، ومن الخليج إلى البحر مفروشة بالفل والورود من أجل أبو مفرح حضر، ومن الشمال إلى الجنوب ترحيبة بالدكتور علي ضيفي المكرم معتبر. يا ضيفنا دكتورنا علي مفرح ارحبوا مليون في تريليون ترحيبه بقدومكم. عداد ما هل المطر وسال شيء للاوديه وصار موجه كالبحر. ارجو ان تقبلوا مني هذه المشاركه المتواضعه جدا، وان كان شخصكم اكبر من ذلك وسيرتكم الذاتيه غنيه عن التعريف. اسال الله ان يسعدكم في حياتكم ويطيب في عمركم ويرحم والديكم ويصلح لكم اولادكم. وتحياتي للجميع، اخوك مطني ابن عواجي ابن قاسم آل جار الله الشريفي. هلا هلا هلا، مرحبا ألف بالشاعر مطمي عواجي الشريفي، كتب الله أجرك ورفع الله قدرك، بل أتحفتمونا بهذه المعزوفة الموسيقية الرائعة، لا والله بل وضعتمونا فوق مقامنا، جزاكم الله خيرا، رفع الله قدرك وكتب الله أجرك، عاجز عن شكرك. شكرا 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 شاعرنا الراقي. شكرا أستاذنا الفاضل أبو خليل، تحياتي لك. الحياة الدراسية رحلة جميلة جدا جدا، الحمد لله رب العالمين، نحن في نعم يعني عديدة من الله عز وجل. طبعا أنا خريج ثانوية العارضة، وأنت ذهبت إلى الذكريات القديمة والذكريات الجميلة. تخيل عام 1410 هجرية، العارضة لا يوجد فيها سوى ثانوية واحدة، 1410 هجرية، وكنت من خريجي العام هذا. طبعا اللهم لك الحمد والشكر، الآن العارضة فيها كلية. تخيل أنت المفارقة العجيبة، يعني في 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 فترة من الفترات لا يوجد في محافظة كاملة متكاملة سوى ثانوية واحدة. الآن الثانويات، لأني لست في سلك التعليم فليس لدي العدد بالضبط، ولكن في توقع أنها تفوق يعني 10 ثانويات كحد أدنى، بل أكثر من ذلك.
ثانويات طبعا في ايامها ثانويه بنات لا يوجد. فسبحان الله العلي العظيم. ايضا من الذكريات الجميله والرائعه والاشياء التي سبحان الله العلي العظيم نحن في نعم يعني من الله كثيره. الجامعه في هذا في تلك الفتره ربما لم تكن بالمملكه الا 6 أو 7 جامعات. تخيل الان المنطقه فيها جامعه، وكنت قبل ايام مع احد عمداء الكليات في الجامعه، فيحدثني ان طلبه الجامعه يصلون الى 40,000. تخيل انت هذا العدد الخيالي. اذكر على 1413 14 ونحن في الجامعه كان ربما طلبه جامعه الملك سعود لا يصلون الى هذا العدد. فالحمد لله رب العالمين. وشكرا استاذنا الفاضل. مرحبا الف استاذنا ابو خليل. طبعا اداره المستشفيات الماجستير انا في اداره المستشفيات. طبعا جمعت كوكتيل بين الناحيه العلاجيه الطبيه البحته الصيدلانيه، فكانت الماجستير في اداره المستشفيات، وكانت الدكتوراه في الاستخدام الامثل للعلاجات. والصيدلة والبكالوريوس كانت في الصيدلة. فإدارة المستشفيات عملية يعني بقدر ما فيها من الصعوبة، ولكنها أيضا عملية جميلة، نسأل الله عز وجل الأجر والثواب في ذلك. طبعا العارضة كما ذكرت كانت أول مستشفى. العارضة هي إحدى المحافظات الحدودية النائية الجميلة بطبيعتها الخلابة، ولكن الإشكالية في مستشفى العارضة، ربما أنه هذا الأسبوع أو الأسبوع الماضي تم نقله للمبنى الجديد. الإشكالية في مستشفى العارضة كان المبنى المتهالك، وكنا نحاول جاهدين يعني على تقديم خدمات بأقصى قدر ممكن وفقا للإمكانيات الموجودة. طبعا بتوفيق الله تم استحداث العديد من الأقسام بعد استلامي لإدارة المستشفى التي كانت غير موجودة إطلاقا، ومنها قسم تجربة المريض. كانت هناك إشكالية أيضا في المغسلة، استحدثنا مغسل المستشفى، كان المستشفى يغسل قبل ذلك في جازان العام أو في أبي عريش. كانت من الأقسام التي تم استحداثها المراجعة الداخلية. كانت أيضا المراجعة الكلينيكية. استحدثنا العديد من الأقسام التي تصب في خدمة المرضى. مستشفى العيدابي أيضا مستشفى كان مكتمل من الناحية الإنشائية، ولكن الإشكالية كانت في الموارد البشرية. كان المستشفى في عجز كثير في الموارد البشرية. بتوفيق الله سبحانه وتعالى أوجدنا العديد من التخصصات التي كانت عندما استلمنا إدارة المستشفى غير موجودة، مثل تخصص العظام، تخصص الأنف والأذن والحنجرة، تخصص الجلدية، بعض التخصصات الغير موجودة. أيضا بتوفيق الله عز وجل استطعنا إيجاد مبنى للتدريب بجهود ذاتية، الحمد لله رب العالمين. طبعا قصة مستشفى صبية أنا أرى أنني أطلت في الكلام، لذلك أحاول أختصر. مستشفى صبية كان بتوفيق الله عز وجل حصلنا على اعتماد المنشآت الصحية، وكان ثاني مستشفى في المنطقة الجنوبية عموما بعد المستشفى العسكري في عسير، وكان أول مستشفى في منطقة جازان يحصل على اعتماد الجودة. طبعا للإيضاح، اعتماد الجودة هذا أو اعتماد المنشآت الصحية هذا اعتماد على معايير معينة في خدمة المرضى، ولا يحصل على تلك المعايير إلا المستشفيات التي يكون فيها متوفرة جميع أنظمة السلامة الإنشائية والسلامة الصحية. طبعا كلنا نعرف إشكالية مستشفى جازان العام والحريق، فالوزارة مركزة تركيز كامل على السلامة الإنشائية والسلامة الصحية، والحمد لله في مستشفى صبية كان إنجازنا بتوفيق الله عز وجل أننا كان أول مستشفى في منطقة جازان حصلنا على سباهي أو اعتماد المنشآت الصحية. واعتذر للإطالة. مرحبا أستاذنا العزيز خليل أبو حوزة. جميل جدا الحديث عن الفيروس كورونا أو الكوفيد 19. طبعا انا يعني ان شاء الله بس ما اطيل عليكم، ودي يعني في موضوع الكوفيد اتكلم عن عده نقاط. في لبس لدى الكثير في موضوع الكوفيد. طبعا فيروس الكورونا او الفيروس التاجي هذا فيروس
موجود من قبل حتى 2003، كان أول ظهور قوي له في الصين عام 2003، كان فيروس السارس. طبعا السارس يعني فيروس السارس هو أول يعني ظهر قبل ذلك في الفيروس التاجي يمكن حتى في الستينات الميلادية، لكن أول ظهور خطير كان في 2003 للسارس في الصين وأيضا في كوريا الجنوبية. الفيروس السارس هو أشد فتكا من الكوفيد 19، أشد فتكا من الكوفيد 19. نسبة الوفيات تصل إلى 10%، 7%، 6%. لكن السارس انتشاره أو العدوى بالفيروس ليست بدرجة الكوفيد. طبعا بعد ذلك ظهر في المملكة العربية السعودية المرسكوف، أو يسمونها متلازمة الشرق الأوسط. طبعا ظهرت في السعودية وكان فضل الله سبحانه وتعالى في تحديد الجيني للفيروس، طبيب سعودي من جدة. وظهر أيضا هذا الفيروس ظهر في إسرائيل وفي قطر وفي مصر، هذا الكلام في 2012. الميرسكوف هذا أشد خطرا من فيروس الكوفيد 19 الموجود الآن، بل إن نسبة الوفيات تصل إلى 36%، يعني قريب من النص. والكوفيد كلنا سمعنا في 2012 لو تذكرون عن موضوع لبن الإبل ومشكلة لبن الإبل ولتجنب الإبل، وانتشرت هذه في تلك الفترة. طبعا بعد ذلك ظهر الفيروس الحالي الكوفيد 19 في 2019 في نوفمبر في الصين. الفيروس الحالي من ناحية العدوى أقوى فيروس ظهر في التاريخ البشري حتى الآن، أقوى فيروس. ينتقل بالملامسة، ينتقل بالتنفس، ينتقل بلمس الأسطح، يعني وسائل انتقال الفيروس هي المشكلة. طبعا من ناحية قوة الفيروس وشراسة الفيروس وقوة الفيروس على جسم الإنسان هو أقل بكثير من النوعين السابقة. يعني نسبة الوفيات تصل 2 إلى 3%، إذا ارتفعت تصل إلى 4%، ما تجاوزت هذه النسب ممكن وصلت إلى 6%، لكن ما تجاوزت حتى 10%. بينما أول فيروس اللي ذكرناه السارس وصلت نسبة الوفيات إلى 10%، بينما الميرسكوف هذا أو متلازمة الشرق الأوسط التي ظهرت في السعودية في 2012 وظهرت في إسرائيل وفي مصر وفي قطر، هذه نسبة وفياتها وصلت، وكان يعني الشائع أنها بسبب لبن الإبل، وصلت نسبة الوفيات إلى 36. تخيل يعني عدد نسبة هائلة ومخيفة. فهذا من ناحية الفيروسات بصفة عامة. هذا مشكلة الفيروس الحالي، أنه في الانتقال، ملامسة الأسطح، تلمس سطح، تلمس مكتب، تلمس شيء لمسه شخص قبلك ممكن تنتقل لك العدوى. لكن الفيروس في شراسته ليس بقوة الفيروسات السابقة. طبعا أعطيت أنا مقدمة عن الفيروسات بصفة عامة وما تطرقت إلى السؤال أستاذنا خليل أبو حوزة. أكيد 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 هنالك العديد من البرامج في الوزارة لمكافحة الفيروس والحد من انتشاره، والبرامج تسير على قدم وساق. طبعا في يعني كلمة كلنا نقولها وحبذا أن نستشعرها، كلنا مسؤول، المجتمع مسؤول، الوزارة معنية، الجهات الإعلامية بصفة عامة معنية. هنالك نقطة أحب أن أنبه الجميع إليها، أن البعض عندما يعني فك الحظر تصوروا أن الفيروس راح، ربما نحن نرى الأرقام وصلت اليوم إلى 4200. الفيروس موجود، الإشكالية موجودة، لكن تجد أن المجتمع ما هو سبب ذلك، أن المجتمع بعض أعضاء المجتمع يتصورون الفيروس خف أو الفيروس موجود، الإشكالية قائمة، لا بد من التباعد الاجتماعي، لا بد من أخذ الاحتياطات والمحاذير الصحية بالمقام الأول، لبس الكمامات، غسل الأيدي بالماء والصابون في صفة مستمرة أو بالمعقمات، لابد من استخدام الوسائل الصحية للسلامة، التباعد الاجتماعي، استخدام المطهرات أو الماء والصابون، استخدام الكمامات، ولا إشكالية أن استخدم القفازات أيضا.
لابد من استخدام وسائل السلامة. وشكرا. شكرا استاذنا الراقي، شكرا استاذ خليل ابو حوزه. والله يا اخي العزيز الموضوع يستحق التركيز. اشكرك 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 شكر جزيل. الاشكاليه في الوعي المجتمعي، طبعا سؤالك يقول ما هي الخطط غير الحجر الصحي والاحترازات التقليديه؟ استاذنا العزيز الموضوع على مستوى عالي، يعني هنالك فرق متخصصه على مستوى الوزارة، وكان لنا شرف التواصل مع الدكتور عبد العالي في ذلك. هنالك خطط يعني مستمرة واحترازات مستمرة على حسب الواقع وحسب ما تستدعي الحاجة. طبعا أنا لطمأنة المجتمع يعني في هنالك نقطات جميلة جدا. الآن ربما يرى الكثير أن الأعداد أصبحت تتضاعف يعني بشكل يعني مخيف جدا، 4200 4000 3900، ولكن المطمن انه الفيروس شراسة الفيروس ايضا على مستوى الاشخاص اصبحت اقل مما مضى، وكلنا يعلم ان سبحان الله العلي العظيم المناعة الطبيعية في جسم الانسان يعني تتأقلم مع الفيروسات، فشراسة الفيروس اصبحت اقل مما مضى، ولكن 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 ذلك لا يعني أن لا نتقيد بالاحترازات الصحية اللازمة والتباعد الاجتماعي، هذا مهم جدا جدا. ونقطة يعني أيضا أكثر أهمية ليعرف الجميع أن الوضع بصفة عموما قبل الفيروس وبعد الفيروس ليس سواء، لابد من يعني وضع ذلك في الحسبان. الحالة قبل انتشار فيروس كورونا، قبل الانتشار وبعد الانتشار ليست كما هي، وأقصد من ذلك أن لابد من عمل الاحترازات التقليدية اللازمة والتباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات. طبعا هو في سؤالي يقول أصبح يهاجم حتى المكمم، طبعا إذا كان لدينا استخدام الكمام بالطريقة الصحيحة، استخدام القفازات أيضا بالطريقة الصحيحة، التعقيم بصفة مستمرة بفضل الله سبحانه وتعالى ما راح يتجاوز الفيروس. كلنا نعرف القاعدة الشهيرة، الوقاية خير من العلاج، ولكن لا نطبقها إطلاقا. نطبق هذه القاعدة بفضل الله سبحانه وتعالى نستطيع تجنب انتقال الفيروس والحد من الفيروس. طبعا ماذا جعل الوضع وصل إلى هذه الدرجة؟ الاستهتار من البعض، يعني هنالك عينات كثيرة في المجتمع من أولادنا من أخواننا ما زال يعني لديه عدم تقيد بالتوجيهات، وفي نفس الوقت لديه لا مسؤولية ولا مبالاة بخطر الفيروس. شكرا أستاذنا وشيخنا وأديبنا وشاعرنا الراقي مكي الشامي على هذه المداخلة الجميلة جدا جدا جدا. والله يا أستاذي العزيز ربما أنها مهارات تكتسب بالممارسة. طبعا كلنا نعرف أن المعلومات والمعارف الكثير يستطيع يحصل عليها، لكن تطوير المعلومة أو المعرفة إلى مهارة هنا الإشكالية. يعني الكثير 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 يستطيع أن يقرأ ويراجع ويتعلم الكثير، ولكن كيف يستطيع أن يصل ذلك تلك المعارف والمعلومات إلى مهارات وسلوك؟ هنا الإشكالية. طبعا سبحان الله العلي العظيم كلنا نعرف يعني تصرف العقل الباطن والعقل اللاواعي. المعارف والمهارات إذا تم استخدامها وتم التركيز عليها تحفظ في العقل اللاواعي. إذا حفظت تلك المهارات في العقل اللاواعي أصبحت مهارة وسلوك لدى الشخص. فمثلا كلنا يعرف أن قيادة السيارة في البداية يقود السيارة الشخص يجد صعوبة في قيادة السيارة، هي معرفة، هي في الأساس معرفة. أنت تتعلم كيف تستخدم الدركسون، كيف تستخدم الفرامل، كيف تستخدم الجير مثلا.
بعد مضي سنة سنتين ثلاث أربع تجد نفسك أنك حتى لما تسرح أو تكون يعني ما أنت مركز على القيادة تجد نفسك سبحان الله بالعقل اللاواعي والعقل الباطن تقود السيارة بكل أريحية. وأقصد من ذلك أن المعارف والمعلومات إذا تم التركيز عليها تستطيع أن تحولها من معالم من معلومات ومعارف بحتة نظرية إلى مهارات وسلوك. شكرا أستاذنا الراقي. طبعا هنالك إضافة، نحن لا ننظر للمعلومات بصفة بحتة، يعني هنالك حديث وحديث صحيح، يعني عندما نتأمل هذا الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يعني انظر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ليوضح للصحابة وليوضح للأمة كاملة أهمية الأخلاق وأهمية رقي التعامل، اقتصر البعثة على إتمام مكارم الأخلاق لنا فيه عليه صلاة ربي وسلامه قدوة حسنة. وكما قال تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، يعني آيات كريمة توضح أن التعامل الراقي قبل أن نعرف المهارات المكتسبة والمعلومات نعرف أن هذا في ديننا الحنيف. وأيضا قال تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، يعني آيات تكرس لنا مفهوم التعامل، فالتعامل الراقي التعامل الهدوء يفرض علينا ديننا الحنيف ذلك قبل كل شيء. وشكرا مرة ثانية أستاذنا الراقي مكي الشام. شكرا شكرا أستاذنا العزيز أسامة يحيى الأمير. طبعا الجودة باختصار أو ببساطة هي رحلة لا تنتهي، هي رحلة في التحسين لا تنتهي. إذا استشعرنا هذه المقولة تكون هنالك جودة، أن الجودة رحلة في التحسين لا تنتهي. النقطة الثانية أن البعض يصل إلى قمة الجودة ثم يتصور أنه خلاص وصل إلى القمة، معناته خلاص أنا أصبحت الأفضل، ثم يتوقف يجد نفسه بعد شهر شهرين سنة سنتين في الأخير في آخر المصاف. فالجودة من مصطلحات الجودة رحلة لا تنتهي، رحلة التحسين لا تنتهي. إذا توقف الشخص أو وصل للقمة لا يشعر أنه خلاص صار الأفضل، إذا توقف عند ذلك سوف يتفاجأ بنفسه في الأخير. طبعا الجودة هي يعني قبل كل شيء أساسها إسلامي، ونحن نعرف الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك. إذا استشعرنا يعني قبل أن نستشعر مصطلحات الجودة الخارجية واستشعرنا الرقابة الداخلية يعني في كل الأعمال نستطيع أن نحسن الجودة. ما لم يكن هنالك رقابة داخلية وحس وتطلع لإنجاز الجودة لن يكون هنالك جودة. أيضا نقطة ثانية احتساب الأجر والثواب عند الله عز وجل، وكلكم تعلمون أن شعار الوزارة المريض أولا. طبعا هنالك تعريفات للجودة مبسطة جدا، يقول إن الجودة هي الحصول على رضا العميل أو التفوق على توقعات العميل. يعني إذا جعلنا ذلك الشيء يعني هدفنا الرئيسي أنك ترضي الله عز وجل أولا وأخيرا ثم ترضي المريض في خدمة المريض والمريض أولا، تستطيع أن تحسن يعني معايير الجودة. طبعا عندنا KPI، عندنا معايير معينة ستاندرد إنديكيتورز معينة نعمل عليها. كما ذكرت أستاذنا الفاضل أن هنالك تسابق في بين المستشفيات، أكيد هنالك تقييم، هنالك لجان متخصصة على مستوى الوزارة وعلى مستوى المجلس السعودي لتقييم المنشآت الصحية اللي هو اختصاره سباهي، يقوم بجولات مستمرة على جميع المستشفيات. طبعا عندنا نقطتين مهمة أحب أوضحها، في هناك حاجة يسمونها الـ ESR أو الـ Essential Safety Requirement لأساسيات السلامة، هذه لكل المستشفيات يعني أساسيات السلامة المهنية والصحية هذه لابد تكون متوفرة في كل المستشفيات.
بعدين أساسيات الجودة عموما بصفة عامة هذه تطبق على جميع المستشفيات. فإن شاء الله أني استطعت أن أوضح لك أستاذنا أسامة الأمير. شكرا للعودة للماضي الجميل أستاذنا الفاضل إبراهيم أبو خليل. طبعا أعود لنقطة المفارقة العجيبة، يعني تخيل سبحان الله العلي العظيم، اللهم لك الحمد والشكر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا حكومتنا الرشيدة وعلى رأسهم الملك سلمان حفظه الله وولي عهده الأمين. الحمد لله رب العالمين، هنالك يعني تطور، بل يعني أستطيع أن أسميها طفرة تعليمية خيالية على مستوى المملكة، خيالية والله. نسأل الله عز وجل بهذه المناسبة الرحمة للملك عبد الله بن عبد العزيز. كان يعني ربما عندما تخرجنا من الجامعة عام 1416 هجرية، الجامعات في المملكة 7 أو 8 جامعات ماكسيمم كأقصى حد، الآن الجامعات فوق 40 جامعة، بل ربما يعني 47 جامعة، تخيل حوالي 40 جامعة. طبعا هذا كان في بداية حكم الملك عبد الله الله يحفظه رب العالمين، مع بداية 25 و26 قفزة تعليمية خيالية، يعني خيالية بجميع المعايير. فما ما ما الذي ذهب به إلى هذا الشيء؟ يعني تخيل. أشكرك أنا على هذا السؤال الجميع. مثلا العلوم الصيدلية، دراسة البكالوريوس الصيدلة، لم تكن هنالك جامعة تقدم هذا البكالوريوس إلا جامعة الملك سعود. المرة الثانية أشكرك على هذا السؤال. الآن تخيل يعني حتى جازان هنا لدينا جامعة طبعا، وبرنامجها برنامج الجامعة فارمدي طبعا، دكتور صيدلة، والعديد من الجامعات، يعني ممكن حوالي أكثر من 13-14 جامعة تقدم فيها كليات صيدلة، بل ربما وصلت إلى 20. تخيل من كلية واحدة في جامعة الملك سعود. وأتذكر أن في لا إله إلا الله محمد رسول الله، الظاهر في 1418 اجتمعنا بقيادة دكتورنا الفقيد علي حمزي رحمه الله وادخله فسيح جناته في فندق أثيل، تذكرونه طبعا كبار السن، للصيادلة، لنادي الصيادلة في المنطقة، وكان العدد الإجمالي لا يصل إلى 20. تخيل الآن ما شاء الله تبارك الله ربما فوق 200-300 في المنطقة، كلية الآن أصبحت. فذكرى جميلة. أكثر ما يشدني في تلك الذكرى المفارقة العجيبة والتطور التعليمي. نسأل الله الرحمة للملك عبد الله الذي قفز بالجامعات هذه القفزة، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ الملك سلمان وولي عهده. هلا مرحبا، هلا دكتورنا، هلا حبيب قلبي دكتور علي. والله يا أخي سؤال جميل جدا 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 جدا، وسؤال يعني سبحان الله العلي العظيم. أنا من زمان والله، قبل حتى أن أصبح مديرا لمستشفى صبيا، يعني لدي تشخيص للإشكالية، لدي تشخيص واضح للإشكالية، ويقول حبذا لخصتها. أنا لدي نقطة واحدة سوف أقولها في هذا الوضع. الإشكالية تكمن في أن ربما التعليم، ونشكر الأخوة المعلمين وإدارات التعليم التي يعني من زمان يعني رأت أن صبيا تحتاج الكثير، هنالك إدارة تعليمية، إدارة تعليمية متكاملة لمحافظة صبيا. لنكن واقعيين، نحن مشكلتنا لا ننظر للأرقام، لا ننظر للأرقام، لا ننظر للأرقام. أذكر في مرة من المرات كنت مجتمع مع دكتور عواجي مساعد المدير العام، وكنا نستعرض الإحصائيات وأنا في صبيا، فقال الدكتور عواجي صبيا تقود المنطقة بالأرقام، بأعداد الولادة، أعداد مراجعين العيادات، أعداد المنومين للتنويم التيرن أوفر، أعداد مراجعين أقسام الطوارئ، أعداد الأشعات التي عملت في المستشفى. يعني كنا في كل الأرقام، ومنها أرقام الولادة، بل إن مرة من المرات كان الثاني على مستوى المملكة في الولادات. محافظة صبيا تعدادها السكاني ربما يفوق 500 ألف، يعني وأنت تضع لها مستشفى
بهذه الإمكانيات المتدنية. يعني هنا الإشكالية والمفارقة أن مستشفى صبية تحتاج إلى مستشفى أوسع وأكبر من المحافظة. المحافظة كبيرة جدا، لنكن واقعيين، عندما نقول مثلا أبو عريش، عندما نقول صامتة، ربما هنالك لديهم مراجعين ولكن لا يصل إلى صبية. يعني أبو عريش ربما العدد السكاني في 200,000، كذلك صامتة، بينما عندك صبية ربما تفوق 500,000. فنحن مشكلتنا لا ننظر للأرقام. فالتلخيص أن المشكلة هي مشكلة عدد سكاني هائل، مهما بذلت في صبية فلن تستطيع أن تقدم الخدمة على المستوى الذي يحتاجه المجتمع. النقطة الثانية التي نعاني منها على مستوى المنطقة الجنوبية الجازان خصوصا، البدائل. ما عندك أي بدائل أخرى، أنت لديك مستشفى الوزارة ولا يوجد لديك مستشفيات أخرى. يعني إذا كان الحياة أو العميس ولكن لا تقدم شيئا، انظر إلى أي منطقة ثانية تجد أن لديك خيارات كثيرة جدا جدا من المستشفيات الأهلية المختلفة. هنا لا يوجد لديك خيارات، لديك مستشفى واحد لا يلبي العدد السعة السريرية بالمستشفى، لا تلبي الاحتياج السكاني. فهذه الإشكالية الكبرى دكتورنا الفاضل. شكرا 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 جزيلا أستاذنا الفاضل أبو خالد، جزاكم الله خير على هذا الإطراء الجميل جدا. نشكر أيضا كما شكرت إدارة ومشرفين المنتدى، وعلى رأسهم أخونا القدير أبو حسين، وكذلك الأستاذ إبراهيم وجميع الأخوة. بل نحن نستمتع بأي مداخلة ويشرفنا ذلك، ونحن في خدمة الجميع. سؤال جميل جدا 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 جميل جدا. ليست الإشكالية في إدارة المستشفيات أو في الجودة الشاملة، الإشكالية ربما في الأشخاص في المجتمع. طبعا مشكلة الصيدلة، ولنكون واقعيين، وأنا أشكرك على هذا السؤال المرة الثانية، مشكلة الصيدلة أن الواقع التطبيق العملي لمجال الصيدلة ليس كما هو مطلوب، وما زال دون المأمول. طبعا كلنا يعلم هنالك إشكالية كبيرة، كلنا يعلم أن الناحية العلاجية أو الناحية الدوائية الصيدلة هم أكثر خبرة في هذا المجال، لكن تجدهم يصطدمون بالواقع أنه ما يعطى زي ما تقول كذا أثورتي أو صلاحيات عملية. ربما الآن في برامج الكلينيكال فارماسيست أو الصيدلة الكلينيكية، وأصبحت الآن مثلا الطبيب يشخص الحالة التشخيص ثم يذهب إلى صيدلي كلينيكي مثلا في الباطنة، أو صيدلي كلينيكي في الأطفال، وذلك الصيدلي الكلينيكي يحدد له العلاج، ولكن ما زال دون المأمول. يعني الأعداد ما زالت قليلة، فأنت تجد أن المجال تدرس أنت كم هائل من المعلومات ثم تأتي للميدان لتطبيق ذلك، ما تجد يعني الميدان يخدم دراساتك التي أنت درستها. فربما البعض يعني فعلا كما ذكرت أنت يتجه، أو مسيرة الحياة يتجه إلى اتجاهات أخرى، ربما هذا أحد الأسباب أن الميدان ما زال دون المأمول. يعني هنالك إشكاليات تطبيقية كما ذكرت لك الآن، الآن حتى على مستوى الفارما دي، يعني هذه صيدلة كلينيكية المفترض أنه يطبق داخل الأجسام. الآن بدأت حتى في صبية، عندما كنت في إدارة المستشفى تخرجوا مجموعة، وكان مجموعة من الصيادلة، البعض يطبق في أجسام الأطفال، البعض يطبق في أجسام الباطنة. الآن في صيدلي موجود هناك أحد الزملاء في قسم العناية المركزة، لأنه الصيدلي وكما تعلمون هو الأخبر بالجرعات الدوائية، بالأفضل من العلاجات، بالاستخدام الأمثل للدواء. لكن ما زال الأعداد أيضا لا ترقى للمأمول، وما زال أيضا التفعيل الميداني دون المأمول، فربما جعل ذلك البعض يذهب إلى مجالات أخرى. شكرا شكرا أستاذنا الفاضل محمد عطيف على هذه المداخلة الجميلة جدا جدا جدا. والله يا أخي في الشعر أنا لي محاولات شعرية لا ترقى لمسمى شاعر، لا ترقى والله لمسمى شاعر. أبشر الآن أحاول أني أحضر أحدها.
أيضا هنالك نقطة يعني ربما أنت ذكرتها هنا في الرسالة، مشارة الدكتور. أنا لست جراحا للإيضاح، ولست يعني والله لا أصنف نفسي شاعرا، لي محاولات شعرية، أأمل يعني أن تنال رضاكم. سوف أبحث الآن عن إحداها وأحضرها. شكرا، شكرا جزيلا، شكرا شكرا أبو خليل، شكرا 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 جزيلا على هذا السؤال الجميل. والله يا أخي كلنا نتحمل مسؤولية ذلك، كلنا نتحمل مسؤولية ذلك كأشخاص أدرنا مستشفيات، كأشخاص من المجتمع أيضا افترض لنا دورنا أن نشارك بفعالية في تطوير وتحسين وتقديم الخدمة الأفضل. مستشفى للولادة في جازان هذا مطلب رئيسي ومطلب هام، وفي الحقيقة أننا كلنا مسؤول، كما كلنا مسؤول في كورونا فكلنا مسؤول في ذلك، ولكن نسأل الله أن يكون عما قريب. شكرا أستاذنا الفاضل. شكرا أستاذنا الفاضل. المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، أو المجلس السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، هي هيئة مستقلة، هي هيئة مستقلة للإيضاح، هي هيئة ومجلس مستقل لا يتبع للوزارة، يسير بالتوازي مع الوزارة لرفع مستوى الخدمات الصحية. وعندما نقول مستقل نقصد بذلك تمام الاستقلالية. المجلس لو كان يتبع للوزارة كانت تقارير ربما تكون فيها بعض المحاباة لتقييم المستشفيات مثلا، فلذلك المجلس هو فعلا هيئة اعتبارية مستقلة لا تتبع للوزارة إطلاقا، تسير بالتوازي مع الوزارة. هذه النقطة الأولى. الهدف من المجلس السعودي لاعتماد المنشآت الصحية هو تقييم وضع المستشفيات بصفة عامة. طبعا للإيضاح أنا وضحتها قبل كذا ولكن نعود إليها الآن بطريقة أوضح. طبعا في تقييم المستشفيات بصفة عامة وحتى المراكز الصحية عندنا نقطتين رئيسيتين للتقييم. النقطة الأولى يندرج تحتها عشرات المعايير، ربما تصل حسب السعة السريرية للمستشفى إلى 200 معيار، وتقل أحيانا إلى 110 معيار في بعض المستشفيات والمراكز الصحية تقل عن ذلك. طبعا هذه المعايير تسمى معايير السلامة الصحية أو أساسيات السلامة، Essential Safety Requirement، هذه أساسيات للسلامة المهنية والسلامة الصحية. طبعا تركز على معايير السلامة، أنظمة مثلا الحريق، أنظمة الإنذار المبكر، أنظمة الإطفاء، أنظمة الأبواب، الفتح، أن تفتح الأبواب مثلا بطريقة شو اسمه إلكترونية، تكون المصاعد مرتبطة مع نظام الإنذار الحريق المبكر، هنالك مواد معينة ترش أوتوماتيكال في أماكن السجلات بالرش الآلي، ترش يعني أنظمة سلامة إنشائية وأيضا السلامة الصحية من حيث الأدوية، هنالك للميديكيشن مانجمنت أو السلامة الدوائية، هنالك معايير للأدوية عالية الخطورة يتم تتبعها، هنالك معايير في البلد ترانسفيوجن أو نقل الدم يتم تتبع المعايير هذه معيار معيار، هنالك معايير لسلامة المريض والتعامل مع المريض وإعادة مثلا التشييك. يعني البعض يرى موضوع التشييك هذا على أنه مثلا ممرضة تعطي الدواء، بكل بساطة ليس الموضوع بهذه البساطة. يعني مثلا ما حدث مثلا في بعض المستشفيات أنه مثلا ينقل دم بالخطأ، يعني هذه حلها بموضوع التشييك، يعني تكون ممرضة تقرأ الاسم، ممرضة تشيك، يعني هنالك معايير يتم مراجعتها معيار معيار بدقة متناهية، كلها تهدف لسلامة المريض. تطبق أيضا معايير في قسم الأشعة، تطبق معايير في الطوارئ، تطبق معايير في جميع أقسام المستشفى، في التغذية، في إعداد الوجبات، في حتى في الجرعات الاستخدام للمرضى. آسف ربما أطلت أكثر من اللازم، ولكن المهم عندك أنا كما أوضحت معايير السلامة الأساسية والمهنية والصحية، ثم بعدين المرحلة الثانية إذا اجتاز المستشفى
معايير السلامة المهنية والصحية هذه الأساسية Essential Safety Requirement يرتفع إلى التقييم الشامل لسباهي، ويتم تقييم المستشفى بعد ذلك. كما وضحت في رسالتي الأولى أنه كان مستشفى صبية الحمد لله أول مستشفى في المنطقة حصل على تقييم سباهي. طبعا تبعوا بعد ذلك مستشفى محمد بن ناصر، ثم تبعوا أبو عريش. هذه نبذة مختصرة عن اعتماد المنشآت الصحية. شكرا أستاذ العزيز أبو خليل. طبعا القصيدة ما بالنا عن مطايا العز نعتذر ونرمق الصحب للأمجاد ننتظر. الفكرة أن الشخص عندما ينتظر الأشياء أو ينتظر النجاح أو ينتظر الأمجاد هذا تصرف غير سليم. الأولى أننا نبادر. فهذه فكرة القصيدة: إني لا أعجب من قوم بكوا جزعا تبارك الله أعطى الناس إذ خسروا، أعطاهم الله حدا يغلبون به إذا ألمت بهم مصيبة صبروا، فليس يثنيهم في كل معضلة عما يريدون لا وهن ولا خور، وينشدون الأغاني كل ملحمة قد يخرج الخير مما ينبت الصبر. أرقص مع الهم والأوجاع محتفلا بالحب والود والمعروف تبتدر. أن الإنسان مهما يعني عاش من أحزان من هموم من أوجاع فلا بد أن يصبر. يعني سبحان الله العلي العظيم، يعني مما يذكرون أن الصبر أكثر شيء ذكر في القرآن الكريم من بعد الصلاة. فيعني المعنى في هذا البيت أنك السعادة تحصل عليها عندما تتحمل الهموم والأوجاع وتحتفل بها بالحب والود والمعروف تبتدر. كن للحياة إذا جاءتك مبتسما بالله تسعد وبالأحباب تزدهر، واجعل حياتك صبحا مشرقا أملا في كفها الخير أو في كفها الشرر. ليس السعادة في الأموال تجمعها، إن السعادة في الإحسان تدخر. هنالك قاعدة ربما المشايخ دائما يكررونها وحتى علماء النفس، أن المتعة الحقيقية في المبادرة في الإحسان في الخير في الصدقات. فالسعادة في الإحسان، وهذه مما أثبتها حتى علم النفس وليست في جمع المال. واعمل لدنياك لا تركن إلى دعة وافخر بجود فما بالبخل يفتخر. القصيدة طويلة أخذنا منها بعض الأبيات، فهذه الفكرة أستاذنا العزيز. الصورة كانت عندما زار سمو أمير المنطقة الأمير محمد بن ناصر حفظه الله وسمو نائبه الأمير محمد بن عبد العزيز إلى أو عبد العزيز بن محمد إلى محافظة صبية، وكان لتدشين العديد من المشاريع في المحافظة. طبعا هنالك العديد أيضا من البرامج كانت لدينا في المستشفى، والله لا أتذكر الرقم بالضبط، ولكن كانت ظاهر 2 مليون أو ما يفوق ذلك. كان لقسم العمليات تحديث كامل لقسم العمليات تحديث كامل لقسم لا يفوق أكثر، تحديث كامل لقسم العناية المركزة، تحديث كامل لقسم الأشعة. فكنت أشرح لسمو الأمير وسمو نائبه عن المشاريع التي في الجانب الصحي. فكانت هناك العديد من المشاريع في زيارة سمو الأمير لمحافظة صبية: المشاريع التعليمية، المشاريع البلدية، المشاريع الصحية. فكنت أنا أتكلم عن الجانب الصحي أو المشاريع المستشفى خاصة التي داخل مستشفى صبية. شكرا. هذا أستاذنا الفاضل، أستاذنا الغالي، أستاذ علي زعلة، محافظ صبية آنذاك ورئيس لجنة التراحم الآن في المنطقة، ورئيس العديد من اللجان، أستاذ متميز، رجل فاضل، أديب. كان في زيارة للمستشفى لأحد المصابين، وفي تصوري أنه مصاب من الحد الجنوبي،
كعادته الأستاذنا علي زعلة دائما يعني في زيارات مستمرة للمستشفى، والذي يتكلم هو طبيب أو استشاري روسي الجنسية، استشاري روسي للعظام، وكان يحدثنا عن الحالة. وللأمانة هذا الاستشاري ربما البعض يعرفه والبعض لا يعرفه، من أمهر استشاريين العظام في المنطقة، وربما هو الاستشاري الروسي الوحيد يعني في منطقة جازان في قسم العظام خاصة. استشاري جميل جدا جدا، وذكريات أجمل مع أستاذنا الفاضل علي زعلة. شكرا أستاذنا إبراهيم، شكرا جزيلا، حفظكم الله حفظ الجميع، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. يا أخي الشعر هو من المشاعر، يعني حتى اختلف في تعريف الشعر، ولكني أجد أن أقرب التعاريف للشعر، ولذلك هو شعر من الشعور والمشاعر. وحتى أن البعض يقول أن الشعر هو ما كان موزونا ومقفى، والبعض يعني توسع في تعريف الشعر فسمح بالشعر التفعيلة، وأنا أرى أنه أقرب إلى الواقع، كل ما يلامس الواقع والمشاعر فهو شعرا. القصيدة هذه بيني وبينك يا غرامي قصة مسوجة بمشاعري منذ الأزل، أنا في هواكي يا حياتي مغرم تنساب أشواقي إليك بلا ملل. يعني كتابة الشعر يعني في الحقيقة هذا بالنسبة لي ليست يعني تكون، البعض يقول أنها تكون وليدة لحظة أو وليدة موقف، ربما هي مشاعر، ربما هي خيالات. وسبحان القائل والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون ويقولون ما لا يفعلون. فلا يقاس على ذلك، يعني كثير من الأبيات هي لا تصور الواقع الفعلي للشاعر، هي ربما تترجم خيالات الشاعر، خيالات الشاعر، ليست يعني اشترط أن تكون قصة واقعية، مثلما الرواية والقصة والقصة القصيرة كذلك يعني تكون خيالات. فكلي إليك وفيك كل صبابتي وتولعي أحلام عمري والأمل، يا فرحة الأيام سر سعادتي، أنا موطني ما بين صدرك والمقل، إني أهيم أموت أحيا كلما آنست في الصوت الرخيم مدى الخجل. إلى أن أقول حقا سكرت وما سكرت بخمرة، لكنني أحسست أني أشتعل، بل قد رأيت الكون في نظراتها ورأيتني أهفو إليها ولم أزل. فكما ذكرت أستاذنا الفاضل وشكرا جزيلا. سؤال جميل جدا، سؤال جميل جدا، أشكرك. هذه الإشكالية يا أستاذي العزيز هي موجودة في كل بلاد العالم، هي مشكلة موجودة في كل بلاد العالم طبعا. هي جزئين، كيف انه يعدي وكيف انه يصل اصلا وشهادته مزوره، هذه ربما تحصل في كل مكان. طبعا على مستوى الوزاره، على مستوى الوزاره هنالك اختبارات تقييميه. اذكر في عام من الاعوام، يعني لا اله الا الله محمد رسول الله، من الاعوام 1418 يعني منذ التخرج، كنا في لجان يعني للتقييم، فكان التقييم يعني يعتبر انترفيو او مقابله، كنا نقيمهم مقابله. ومن الصعب ان يتعدى اي شخص غير مؤهل. الاشكاليه فيما بعد ظهرت، كيف ظهرت؟ انه الان الاختبارات كلنا نرى مثلا اختبارات القدرات والاختبارات التحصيليه كلها الكترونيه، فتحصل احيانا ان يكون هنالك يعني تداول لبعض النماذج الاسئله القديمه، فممكن تعدي هذه. ولكني أنا أرى ليس العدد بالمستوى يعني الذي يسبب إشكالية أو مشكلة كبيرة، يعني ما زالت الأعداد محصورة، وكما أصبح على قولوا أسماء معروفة ومعدودة جدا جدا لا تصل إلى مستوى الإشكالية. التي نطالب بها على مستوى الوزارة ما هي؟ أنه اللغة، يعني المفترض أنه لدينا مثل ما أولادنا عندما يذهبون للخارج للدراسة كطالب أن يجيد
اللغة الإنجليزية، وكلنا نعرف اختبار الـ ESLS واختبار التوفل. بينما تجد في المقابل الطبيب يأتي يعمل لدينا ولا يجيد العربية، وتحدث إشكاليات كبيرة وتشخيصات خاطئة لعدم إتقانه العربية. فكنا نتمنى أن يكون هنالك اشتراط على الأطباء الأجانب للدخول للمملكة أن يجيد اللغة العربية، يعني هذه إضافة من لدينا. طبعا هو لدي سؤال آخر، أين خريجي كليات الطب سنويا متواجدين طبعا، لكن لدينا يا أستاذ جابر سوق العرض والطلب. كلنا نعرف تلك القاعدة، سوق العرض والطلب، ربما أن الطلب أكثر من العرض. يعني كيف؟ يعني يتخرجون، المجتمع ما زال بحاجة إلى التخصصات، ولكن الواقع لدينا طفرة سكانية، ونحن نعلم نحن من المعدلات العالمية التي التنمية فيها السكانية الديموغرافية على قولهم مرتفعة جدا. فهذا السبب يجعل مهما أنت يعني يكون لديك من الخريجين، لكن ما زال المطلوب أكثر من المعروض. أضف إلى ذلك أن هنالك بدائل أخرى، ربما تجد في المستشفيات الأهلية، هنالك العديد من الإشكاليات. وشكرا جزيلا أستاذنا الفاضل. سؤال جميل، سؤال واقعي. الدراسة صحيحة فعلا واطلعنا عليها. الإشكالية أستاذي العزيز، أنا ذكرتها في البداية، أن المريض أولا، شعار الوزارة المريض أولا، وكذلك كلنا يعلم أن شعار الوزارة أيضا الإمكانيات الحسنة لا تحتاج، أو المعاملة الحسنة لا تحتاج إمكانيات. والله سبحانه وتعالى قد قال: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. لماذا أنا ذهبت لهذه النقاط؟ لأنه المريض أولا. هنالك إشكاليات في الجودة، نحن لا نلوم الجودة أكثر من اللازم. إشكاليات في الجودة أن البعض، ليس الكل، البعض يركز على المعايير، على الانديكيتور، على الكي بي آي، على الستاندرد، ويهمل أحيانا المريض. هذه القصة واقعية فعلا، وجدوا كلف مدير مستشفى يهتم ببرامج الجودة كانوا ينظرون إلى المعايير، إلى المؤشرات، وكان عدم تركيز على المريض. طبعا كيف تم اكتشاف الحالة هذه؟ اكتشفت الحالة هذه عندما وجدوا، طبعا في معيارين مهمين جدا، الموربيديتي والمورتاليتي، يعني ومنها يعني أهم معيار وهو المعيار الأساسي كما ذكرت أنت، عدد الوفيات. وجدوا عدد الوفيات مرتفع، طبعا شكلت لجان، بحث الموضوع، ما اكتشف إيش السبب، شكلت لجان أخرى على مستوى الجامعي مستقل، وجدوا أنه كما ذكرت أنت فعلا يطبق معايير الجودة ولا يهتم بالمريض. طبعا أنا ضد النظرية هذه، معايير الجودة لابد أن تسير بالتوازي مع خدمة المريض، ومعايير الجودة هو الهدف منها هي خدمة المريض. وربما أني وضحت فيما مضى أنها كلها معايير سلامة مهنية وسلامة صحية، ولكن المريض أولا، نحن نجعل يعني شعارنا المريض أولا. إذا تحقق هذا المعيار الوزاري، كل المعايير الأخرى والمؤشرات نستطيع أن نتعامل معها ونحسنها بما يحسن الخدمة، والهدف منها هو تحسين الخدمة الصحية. شكرا جزيلا. قبل الختام نعود الشكر لله عز وجل أولا وأخيرا، الشكر لكم إدارة المنتدى أبو حسين، أستاذنا إبراهيم، جميع الأخوة المشرفين. فرصة جميلة جدا للقاء بكم، ربما أن كان الطرح مني دون المأمول، نعتذر اعتذار شديد جدا جدا، والله لانشغالاتنا ليس إلا الحقيقة، والله وليست مجاملة، من أجمل وأرقى وأروع وأفضل وأكمل، وأن الكمال لله عز وجل قبل كل شيء، ولكن المنتدى هذا يعتبر الأجمل في المنتديات على مستوى المنطقة، بل إني في تصوري أنه يضاهي على مستوى المملكة عموما. طبعا
هنالك شخصيات اعتبارية كثيرة في المنطقة، المنطقة مليئة بالكوادر في جميع الاتجاهات الخدمية المختلفة، سواء البلدية، طبعا أنا عملت قبل كذا في المجلس البلدي وكنت رئيس المجلس البلدي فترة طويلة في العارضة في الاتجاهات البلدية، اعفني من ذكر الأسماء، ولكن الحقيقة والله هنالك العديد من الشخصيات الفاعلة التي لها دور كبير جدا 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 في تطوير ونماء المنطقة بصفة عامة في الاتجاهات كما ذكرت البلدية، في الاتجاهات التعليمية، في الاتجاهات الصحية، في جميع الاتجاهات الخدمية. أعتذر أنا عن ذكر الأسماء، لأن ذكر الأسماء عندما تذكر الشخص بالذات وتنسى الآخر، والموضوع يعني ارتجالي وليس لهم يعني لست مستعد له مسبقا، فذكر الأسماء ربما ننسى البعض ويغضب البعض، لكن الحقيقة للأمانة للتوضيح للمرة الثانية، والله المنتدى هذا ربما الأروع والأجمل والأفضل. بارك الله فيكم، شاكرين ومقدرين. طبعا عندي نقطتين بس في الختام، يعني نقطة يعني طلب من منتدى جازان أو ملتقى جازان ثقافة وأدب، إذا كان بالإمكان يعني توسيع إضافة أشخاص يعني من جميع اتجاهات المملكة يكون أجمل، حتى يكون يعني ليس احتكارا، يكون لأنه صراحة مستواه يمثل المملكة كاملة، ولا يمثل، نحن في عدة منتديات ثقافية وأدبية على مستوى العالم العربي، ولدينا شخصيات اعتبارية من جميع البلدان العربية، من مصر، من سوريا، من الإمارات، من العراق. ففكرتي ويتدارسها إدارة المنتدى، فكرتي أن تضعون هذه الفكرة في الحسبان، ماذا لو تم توسيع إدارة الجروب أو المنتدى وإضافة أشخاص من خارج المملكة؟ يعني لدينا جروبات حتى فيها أشخاص من أمريكا ومن هولندا ومن ألمانيا، فهذه وجهة نظري الأولى. النقطة الثانية والتي هي مدار الحديث هذه الأيام الكوفيد 19، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع الغمة عن الأمة، نأمل من الجميع أن يستشعر كلنا مسؤول، يتخذ جميع الأساليب الوقائية، نحن نعلم أن الوقاية خير من العلاج. نسأل الله السلامة للجميع، شاكرين ومقدرين، وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم ورحمة الله وبركاته. في نهاية حلقتنا هذا المساء، شكرا جزيلا لسعادة الدكتور علي بن فرح الشعواني على هذا اللقاء الجميل، وعلى تواضعه ورحابة صدره، واللقاء الفخم الذي صراحة سعدنا اليوم في تواجده معنا. شكرا لجميع الأعضاء الذين تواصلوا معي واللي طلبوا مني أن أرسل مداخلاتهم، شكرا للجميع، يعطيكم العافية. والآن يتم تكريم الضيف الدكتور، تحياتي لكم، تصبحون على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منتدى جازان ثقافة وأدب، سعدنا وسعدتم أيها الإخوة في هذا اللقاء الجميل والرائع مع الدكتور والأديب والشاعر مفرح علي مفرح الشعواني، وقد أتحفنا بما في جعبته هذا المساء، وخاصة في شؤون الصحة وفي الشؤون الصحية ودوره القيادي والريادي، وأثلجنا وأسعدنا وبطرحه الجميل والواثق من معلوماته، واستفدنا منها وأضفنا إلى معلوماتنا معلومات جديدة. نتوجه بالشكر لدكتورنا الفاضل وإلى رئيس المنتدى الشيخ يحيى الأمير وإلى الأستاذ إبراهيم دلح المقدم والأخوة الآخرون الذين ساهموا في إخراج هذا اللقاء، والشكر لكم أنتم أيها الأحبة في المنتدى
الاستماع للقاء الدكتور علي. أخوكم علي إبراهيم سبعي، سفير النوايا الحسنة. السلام عليكم ورحمة الله.